وفي النشاط أيضا نموذج للعمل التطوعي في مجال البيئة بعنابة، تجربة لتحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على المحيط والبيئة، وتجربة نموذجية تخوضها الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في جمع الزجاج، انطلاقتها من عنابة فالطارف ثم ولايات أخرى من الوطن. الجمعية تعمل على تحسيس المواطن بأهمية حماية البيئة. ريبورتاج في الموضوع مع لنور الدين بن عبسة. قد يتعرض بعضنا لحادث مماثل عندما يتجول على شاطئ البحر. زجاج مرمي بشكل عشوائي يضر الإنسان والبيئة. الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بعنابة أرادت من خلال الحملة هذه دق ناقوس الخطر بعد استفحال الظاهرة. توصلت الدراسات العلمية اللي قامت بها الجمعية أن 72 ألف طن من النفايات سنويا ترمى في المحيط، وهذه النفايات تسبب أضرار كبيرة للمحيط كحرائق الغابات كالرمي في الطرقات وكذلك تشويه المحيط بصفة عامة، وخسارة مادية اقتصادية للدولة تقدر بحوالي 864 مليار سنتيم في السنة. الدرك الوطني شارك في الحملة بعد أن سجل مخالفات على مدار السنة وتدخل بالردع تارة وبالتحسيس والتوعية مرات أخرى. خلال هذا الشهر سجلنا 33 مخالفة متمثلة في رمي النفايات بمختلف أنواعها، خاصة منها النفايات الزجاجية بمنطقة عين عشير الساحلية، حيث قمنا بعمليات تحسيسية للمواطنين، كما قمنا بتحرير مخالفات وإرسالها للجهات القضائية. قارورة الزجاج المجموعة سيستفيد منها شاب طلب إنشاء مؤسسة مصغرة لتسويقها ثم استرجاعها. جام عاونتنا بدعمتنا بمبلغ مالي، وعندنا الواحد نجم زجاج ونتفاهموا مع شركة الواحد تسترجع الكزاز. ويبقى الهدف القضاء على الزجاج الذي يستغرق تحلله في الطبيعة 400 سنة. وإن كانت أجواء العيد تقتضي محيطا نظيفا ومنظرا مشرقا يعكس أبعاد المناسبة، إلا أن بعض المناطق لم يراعى فيها هذا الجانب، خصوصا بعد عملية نحر الأضاحي، والمسؤولية طبعا مشتركة بين المواطنين والقائمين على النظافة. لياس خديجي. تخلف عملية النحر في عيد الأضحى كما كبيرا من الفضلات، ومن أجل ضمان نظافة الأحياء يعمل أعوان النظافة على مزاولة عملهم يومي العيد. دمنا البارح نيطوانينا مام في الحومة تاني رامي يجيبوا في سكاير عاونونا، درنا نيطوانياش كيما يقولوا في الليل خدامين، والحمد لله على حسب واش راكم تشوفوها، كم تشوفوا الدنيا كاع نقية ما شاء الله. إلا أن بعض البلديات غلبت على أحيائها القمامة. من يبدا الذبيحه حتى واحد ما جاوش، ما نحوش حاجتكم الزبل، ما نحوش. قال الغاشي كامل من هيك منا يجوا يرموا لهنايا، كاين بلاصه وحده ونورمالمون البلديه تجي تنقي مع الصباح، واحد ما يجي ينقي اخو. لا البارح لليوم والو. بصح بار كونتر تروح لي كارتي واحد اخرين تلقاهم نقاو. هذا الرجل لم يجد حتى اين يضع كيس الفضلات هذا، بل أصبحت الفضلات تشغل مواقف السيارات ومداخل العمارات في يوم يستقبل فيه المواطنون أقاربهم وذويهم. راني في مناسبة هكذا عباد يجوهم ضياف، شغل عيب تقابلهم بحالة كيما هادي. البارح جاد كاميو جا البارح تاع بلدية جافار وقسا تريدمي ولا رفد، ومن بعد كان لي هبطوا أبري هبطوا شوية شكاير تاعهم وما زادوا ما داوهمش يا أخو، ما سالوا ماك تشوف فيهم صباح ربي الريحة ريحة الكباش كلش كاين يا. رغم الحملات التحسيسية التي رافقت عملية النحر، إلا أن مظاهر غياب النظافة تعددت، وهذه المرة قد تكون العواقب وخيمة عندما يتجه المواطنون إلى تقطيع أضاحيهم لدى شبه جزارين تغيب عندهم أدنى شروط الصحة. لوجيان سي تري امبورطون او ميم طون لو بريتانيك سي فالوريزي، حنا راك تشوف لو بري توجور راهو كلش راهو يزيد. ومن هذا وذاك يتبين للجميع أن النظافة مهمة الجميع، وعلى كل المواطنين التحلي بروح المسؤولية لقضاء عيد ملؤه الفرحة والسرور.